السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غادي نقدموا دي بتي فور او لا باريتاس ديال الفواكه الجافه، لا بروتيين كيتو 100% ولداء السكري بدون سكر، صحيين 100%. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش دير لهم دوزوا معايا الفيديو. مرحبا بكم. المقادير اللي غادي نحتاجو لهذا لي بتي فور بين قوسين كيتونيين او لا كما بغيتو تسميوهم دي فات بومب او لا تنتمبي، يعني ناكلوهم هكذا بحال ديسير مع قهيوه او لا في الليل ناكلو حبيبه ولا جوج. دونك غادي نحتاجو فواكه جافه اللي بغيتو ديروها، غير ما نكتروش من الكاجو لان الكاجو نسبه ديال الكربوهيدرات عاليه. دونك اللوز انا وريتكم هنا، انا ما كنعبرش ولكن خديت هاد المقاييس باش عينكم ميزانكم، يعني انا كندير غير عيني ميزان. بغيتو ديروا 125 غرام، بغيتو ديروا 200 غرام، على حسب الشوكولات اللي غادي ديروا. دونك انا خديت اللوز كلشي خضر بلا ملحه بلا والو، اللوز، الكاجو، القرقع هذا 250 غرام، الزيت طاسه. خديت هاد العبار ديال هذا 125 غرام جو بونس، واه 125 غرام 100 غرام، هادو ديال الزريعه د القرعه والزريعه نوار الشمس خضر. خديت الزنجلان والكوكو غيي. غادي نحتاج الشوكولا، هاد الشوكولا بين قوسين ماشي ضروري لا مارك، انا هذا اللي لقيت بدون سكر 85% انتنسو. ندوزو هنا للمقادير للاخر، الانفورماسيون نوتريسيونال تلقاو بان نسبه الكربوهيدرات 21.5 ولكن السكر 0.6 غرام. حنا غادي نخلطوه في هذه الكميه كامله وما غاديش ناكلو 100 غرام. الا خدينا 17 غرام يعني اللي مفروض ناكلوه في واحد لابورسيون غادي يكون 0.1 ديال السكر، يعني نسبه ضئيله جدا، و 3.8 ديال الكربوهيدرات، يعني ما ماشي بزاف. دونك انا غادي نستعمل هذا حيت اللي موالفه كنشري في الكامبو وليدل ما لقيتوش، صافي ما بقاوش كيجيبوه. دونك خديت هذا سينا سكر فيه المالتيتول. المالتيتول كما كنقول لكم ماشي مزيان للصحه، ولكن من بين هادو كاملين لي شوكولا بدون سكر هذا اللي كنفضل. دونك غادي نزيد معاه شويه ديال الكاكاو بورو، هذا 100% بورو وما فيهش كاع السكر، وغادي نزيد فيه واحد المعلقه حتى لجوج معلقات ديال زيت الكوك جوز الهند، زيت جوز العين الهند عفوا، هذه فيرخن بيو. وغادي ندير واحد القبصه ديال الملحه، وغادي نديرهم على هذا الشكل ديال دي بتي بونبون هكا اي دي بتي فور. هنايا اول حاجه غادي ندير، غادي نحمص هاد لي فخوي الفواكه الجافه، غادي نحمرها شويه في الفران غير تسخن شويه، وغادي نذوب لو شوكولا، وغادي نقطع هاد الفواكه الجافه كلها صغيره 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 صغيره. دونك اول حاجه هانتوما درتهم هنا في الفران نحمرهم شويه، كيعجبني داك السافور ديال المحمص، كيجي حسن طوستي حسن من خضر ديريهم في الحليوه في ليبون. دونك غنديرهم واحد 10 دقائق وصافي نجبدو. Thank you.
بغينا ديك المرورية في لي بونبون. هانتوما غادي ندير جوج. الشوكولا مفيد جدا للجسم ديالنا، أباغ من الطاقة، فيه بزاف ديال الفوائد، أنتي ستريس، كيساعد على حرق الدهون، كيأكسليغي الميتابوليزم، بالي دابا بعد ما قطعتهم هكذا طريفات، انا ما بغيتش البنات ندوزهم في الماكينه، لان انا ما بغيتش نطحنهم، انا بغيتهم يبقاو هكذا طروفه، وغادي يجي الشوكولا من فوقهم، يعني غادي يجي داكشي الريبيلدي، ما غاديش يجي داكشي بارفي. انا بغيت هكذا نهرسهم طريفات صغيورين احسن من الماكينه، الماكينه كطحنهم. دونك غادي نخلط كلشي هنايا في واحد الاناء. هنا خديتو ديال البول ديال الزاج، ودوك الطروفه اللي كبارين دائما غادي نزيد نهرسهم، لان ما بغيتش كما قلت لكم انا ما بغيتش الطحين، وما بغيتش يكونوا كبار. صافي غادي نزيد داك الزنجلان حتى هو راه محمص، وغادي نزيد الكوك، وغادي نزيد شويه ديال المليحه. الملحه كاع ما تخافوش منها الناس ديال اللي كيتبعوا نظام الكيتو، الملحه تكون بالهيمالايا لان فيها الاملاح المعدنيه ديالها كافيه. وغادي نخلص الحبيبات اللي غنلقى كبار، غادي نزيد نقطعهم وصافي. ودابا غادي نمروا نديروا الشوكولا من فوق. غادي نزيد دابا شويه ديال الفانيليا، انا جادور الفانيليا كتحمقني. الا بغيتو ديروا شي صابون اخرى ديال الزهر او شي حاجه اللوز او اللي بغيتو، انا غادي ندير الفانيليا كتعجبني في الحلوه. صافي غادي نخلط دابا بشويه، صافي الشوكولاط كيجمد معانا. دونك غادي نبدا كنعمر هنايا، وما على حسب الكميه اللي بغيتو، بغيتو تزيدو الشوكولا زيدو، بغيتو تزيدو الزبده زيدو، زيت الكوك زيدوها اللي حبيتو حتى توصلوا ل... انا ما بغيتش نزيد الشوكولا. صافي هذا الجهد عاجبني هكا. صافي دابا انا وجدتهم، غادي نديرهم في الثلاجه يبردوا. بغيتو ديرهم في الكونجيلاتور ديروهم. هذه كميه اخرى بقالي غادي نديرها في كويرطات صغيورين حتى هما، حتى نسالي كلشي الحلوه ديالي.
وصافي انا جبتهم الثلاجه، غادي نحتفظ بهم في هاد القرعه نديرها حدا الكافيتيرا. هانتوما كيجيو دي بتي فور دي بونبون زوينين. غير كنديروهم في الثلاجه راه بطبيعه الحال الشوكولا كيجمد دغيا. هادو بحال كي نقدو نسميوهم باريتاس ديال لافروتين. هادو الحليوات اللي درت الاخرين درتهم في الكويرطات. هانتوما فاش كيجمد الشوكولا كيجي بحال حلوه. هانتوما رائعين المذاق يا سلام، ما نقولكمش. نشربو قهيوه دابا، غادي نشربو قهيوه ونحطوهم هنايا. ودابا من بعد ما سالينا الحليوه ديالنا كيما شفتوا جات رائعه، نمشي نتهلا في راسي، غادي ندير شويه ديال المانيكور والبيديكور. نديكم معايا ديروا دويره قبل ما نساليو الفيديو، يلا باش نديروا شويه ديال التغيير في الفيديو وما يجيش غير لا غوسيت لا غوسيت، نديروا شويه ديال التغيير. يلا مرحبا بكم. بطبيعة الحال بدات ليا بلابيديكور. كي كتعرفوا المراحل ديال لابيديكور راه عاديه، اول حاجه الترطيب ديال الرجلين، ثاني حاجه كتحيد لك الصباغه، ثالث حاجه كتشوفوا هنايا راه هذا كي كنقولوا بيديكورا سريعه ولكن رائعه الصراحه. ثاني حاجه كتحيد لك الصباغه، ثالث حاجه كتحيد لا بوموخت، من بعد كتقلم لك الاظافير كتحيد كاع لي زامبيرفيكسيون، ومن بعد كتليمي لك الاظافير وكتيدراتيهم لك. بغيتي تصبغي تصبغي، بغيتي ما بغيتيش، انا ما بغيتش نصبغ رجلي، درت غير لا بيديكور لي سوان صافي. الصراحه البنت ممتازه رائعه، تهلات فيا وعندها يعني ايلاد ليكسبيريونس، عندها ليكسبيريونس ودارت لي لا بيديكور ولا مانيكور رائعه جدا كما كتشوفوا. ومن بعد ما سالات لي لا بيديكور بطبيعه الحال بدات لي في اليدين، حتى هما عندهم واحد الروتين اليدين. اول حاجه كتحيد لك الا عندك صباغه، من بعد كتقطع لك الاظافر الا ما كانوش غاديين متساويين، كتحيد لك لا كيتوكول، كتحيد لا بوموخت، كتليمي كما كتشوفوا، يعني دي زيتاب اللي كاع كنعرفوهم، ولكن مره كنتوحش انا بعدا نمشي ونتهلا في يدي، علاش لا؟ الواحد مره يتهلا في راسو. هنا درت لا فيتامين هي الاولى بحال لا باز، عاد بدات في الصباغه الطوب بحال كنقولوا حنايا طوب باسي، ومن بعد عاد كدير لك اللون اللي بغيتي، غير هو اللون اللي كدير لك كدير شي ثلاثه ديال الطبقات كما كتشوفوا. راه شاركت معكم لا مانيكور باش تعرفوا كيفاش، اللي ما كيعرفش لي زيتاب ماشي كاملين كنعرفوا لي زيتاب ديال لا مانيكور وديال لا بيديكور. كما قلت لكم هذه مانيكور سيمي بيرمانونت، صباغه سيمي بيرمانونت، على داكشي كتدار في ديك الماكينه. فاش كتدير لك الطلاء كديرها في ديك الماكينه باش كتيبس ديك الصباغه،
من بعد كدوز عليها واحد لو برودوي، لان كدوز عليها برودوي باش تنشف، وعاد كدير لك البريون وعاوتاني كترجعيه لديك الاله وعاد كتمسح لك بصفه نهائيه، يعني كيبسو كتكون سالت المراحل كاملين. والى هنا الفيديو جاء على النهايه ديالو، نتمنى كيعجبكم الفيديو، شاركوه مع العائله والاصدقاء ديالكم، شيروا له بلايك الى عجبكم الفيديو، ونخرطوا في القناه، قناه طويله الطبخ مع لطيفه وسعيده. نتمنى 2021 راه على الابواب، نتمنى يدخل بالسعاده والهناء على جميع العائلات ان شاء الله، اللي مريض الله يشافيه، واللي بعيد الله يقربوا لعائلته، وتهلاو لي فراسكم بزاف 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 احبائي حبيباتي، ولنا موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله. نشارك معكم عراضه درتها للاصدقاء ديالي في المنزل ديالي من الاول حتى الاخر، وهنا نقول لكم مع السلامه.